رايزنج ستورم 2 فيتنام هي لعبة شوتر من منظور الشخص الأول متعددة اللاعبين، حيث ستقدم لك مجموعة من الأطوار عبر الشبكة فقط، يتنافس فيها ما يصل إلى 64 لاعب. وعلى غرار باتل فيست تميز أكثر باهتمامها بالجانب التكتيكي، حيث في كل مرحلة يوجد قائد للمجموعة يمكنه التحدث مع جميع الجنود وإداراتهم، وهذا يجب على الجميع العمل كفريق واهتمام كثيرا بهذا الجانب. أما إذا أردت الاندفاع والهجوم المباشر، فرايزنج ستورم 2 ليست العنوان المناسب، لأنها تقدم تجربة أكثر واقعية ورصاصة واحدة من أي سلاح تستطيع القضاء عليك. وبالحديث عن الأسلحة، يوجد تنوع وكلها مستوحاة من حقبة الحرب العالمية الثانية، ويوجد أيضا بعض المركبات مثل طائرات الهليكوبتر الهجومية، وأيضا الأسلحة الثقيلة مثل قاذفات اللهب، وكل أسلحة قدمت بشكل جميل مع أنيميشن وفيزيائيات كانت ممتازة. أما بالنسبة للأطوار التي تقدمها اللعبة فهي أربعة، أولا تيروتوريز الذي سيكون من جولتين مع فريق يهاجم ويجب عليه التقاط الأهداف، وآخر يدافع ويجب عليه إيقاف الخصم. ثانيا سوبريميسي يقدم هذا الطور مجموعة من الأهداف موجودة على الخريطة، وفريق الذي يحصل على عدد أكبر منها هو الفائز. ثالثا سكامش يضم هذا الطور خرائط أصغر وعدد لاعبين أقل، يصل عددهم إلى 8، يتنافسون من أجل الاستيلاء على المناطق. أما آخر طور تقدمه اللعبة هو الكامبين، ويتنافس في فريقين من أجل الحصول على أكبر قدر من النقاط أو الاحتفاظ بجميع المناطق، وسيفوز فريقك مباشرة. أما بالنسبة للخرائط فيوجد تنوع ولن تشعر بالتكرار، مع مرئية مقبولة لعنوان صدرة منذ 5 سنوات. أما بالنسبة لأكبر المشاكل التي ستواجهه والسيرفرات وقلة عدد اللاعبين التي ممكن أن تنحل بعدما أصبح العنوان مجاني، أما مشكلة السيرفرات والبينج العالي فستكون المعاناة في الكثير من الألعاب الأخرى. في الختام، رايزنج ستورم 2 فيتنام قدمت تجربة شوتر متعددة اللاعبين جيدة، وهذا ما يوضح تقييماتها التي تتراوح بين 1.8 من قبل النقاد و7.5 من قبل اللاعبين على موقع ميتاكريتيك. يمكنك تجربتها واكتشافها الآن مجانا على متجر إيبك جيم، وبمجرد إضافتها إلى مكتبتك سوف تبقى معك إلى الأبد. وإلى الشباب حقنا ختم حلقتنا لليوم، تم لازم ما قدمنا عن إعجابكم، ولا تنسوا أن تسبسكرايب واللايك ولا فيديو آخر. استودعكم الله، سلام.